بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الاسم العالمي الشطاط، خطيب سابق في مسجد الرحمة بطنجة، كنت خطيب لمدة تقريبا 9 سنوات. سبب التوقيف، ربما تعرف وزارة الأوقاف تقول دائما مخالفة دليل الإمام والخطيب، وهذا السيف يعني ذو حدين، تستخدمه الوزارة متى شاءت، لأن يجب على المغاربة أن يعلموا أن العمل مع وزارة الأوقاف لا يخضع لأي قانون. بمعنى أي قطاع في التعليم، في الصحة، في الإعلام، إذا اختلفت مع الإدارة التي تتبع إليها يمكنك أن ترفع عليه دعوة قضائية، فيكون المرجع بينكما هو القانون الفلاني، الفصل الفلاني. وزارة الأوقاف ما كاينش، وزارة الأوقاف يعني يأتي أمر بإيقاف إمام معين، خطيب معين، غض النظر أجدر، يعني أنت كإداري وأنا أمارس مهنة معينة تابع لك في الإدارة، قد يكون ما قلته صوابا وقد يكون خطأ. إذا ما المرجع؟ هو القضاء. في المغرب ما عندناش هادشي، في وزارة الأوقاف خصوصا كنقصد الإمام، المؤذن، الخطيب، القيم الديني، والواعظ، والمرشد، ما عندوش هادشي. يمشي يرفع دعوة عند القاضي يقول له بأن هذا الموظف في المندوبية أو وزارة الأوقاف عموما خالفت الفصل الفلاني. ما عندناش، عندنا دليل الخطيب والإمام، يستخدمونه متى شاءوا. سبب التوقف فيه أنني تعرضت للخطبة، يعني في الخطبة أنا تحدثت عن إقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني، وأن هذا لا يتناسب مع المغرب اللي هو بلد إسلامي، دولة مسلمة وعلى رأسها أمير المؤمنين، وهؤلاء محتلون للأرض، قتلة يسفكون الدماء، يحتلون الأرض، يسجنون الأبرياء البريئات، ويعيثون في الأرض فسادا، وما دخلوا أرضا إلا وأفسدوها. هذا الذي تحدث عنه، فقال أن خالفت دليل الإمام الواعظ مباشرة، جاء قرار التوقيت، مع أن هذا الشيء هذا اللي قلته أنا كاين في القرآن. القرآن تحدث عن اليهود، تحدث عن خبث اليهود، وتحدث عن فساد اليهود وعداوة اليهود لأهل الإسلام، وهذا يعني الخطيب قال هذا الشيء، ماشي من حقه. يعني الخطيب يطلع على المنبر، وصلنا لدرجة في المغرب أن الخطيب يصعد على المنبر ولا يتحدث حتى عن اليهود وحتى على خطورة اليهود. اللهم هذا منكر، اللهم هذا منكر. وبالتالي أنا لا أريد أن أتحدث عن قضيتي، أنا لا أريد أن أتحدث عن قضيتي، أريد أن أتحدث عن قضية توقيف الخطباء عموما. بالتالي المغاربة لا يجب أن لا يناقشوا قضية فلان أو فلان أو فلان أو فلان، يجب أن يناقشوا قضية توقيف الأئمة كيف تتم ولأي قانون تستند. طيب هذا المغربي اللي كيجي كيدخل المسجد، أليس من حقه أن يستمع إلى خطبة تناقش واقعه الاجتماعي وموقعه من هذا العالم اللي كيعيش فيه؟ هو كيعيش في واحد موقع جغرافي، واحد وقت زمني، ظرف زمني ومكاني، وهذا الظرف الزمني فيه أحداث معينة. أليس من حق المغربي الذي يدخل المسجد أن يستمع إلى خطبة يتحدث فيها الخطيب بحرية ويناقش فيها الأحداث من وجهة نظر شرعية؟ نحن لا نتحدث عن من يدعو للعنف أو يدعو للفوضى أو يدعو لمخالفة القانون، لا،
نحن نتحدث عن إمام يتناول قضية معينة بحرية، يتحدث عنها بحرية من منطلق شرعي، لأن مكانه هذا فيه تحمل مسؤولية ويتحمل مسؤولية أمام الله سبحانه وتعالى. هذا منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو مسؤول أمام الله تعالى أن يتحدث بحرية، يقول للناس ما يحتاجون. ألا يأتي وقت في المغرب يصبح الخطيب يخطب ولا يتخيل سيف الرقابة عليه؟ وترى هذه المسألة ديال الرقابة على الخطيب على كل صغيرة وكبيرة ليست في مصلحة البلد. لماذا؟ لأن الخطيب حينما يتحدث عن حدث معين أو مشكلة معينة ويحللها بشكل شرعي صحيح، يخضع لقواعد شرعية وعنده مرجعية الكتاب والسنة والمذهب المالكي ويناقشها من منطلق شرعي، مستحيل أن يكون فيها ضرر كيفما تحدث أو يكون فيها خطر. لكن إذا نوقشت هذه القضايا من شخص ليس مؤهلا لأن يتحدث، لا هو قرأ الشريعة ولا تخصص في الشريعة ولا قرأ القرآن ولا تخصص في القرآن ولا السنة النبوية، فيناقش هذه الأمور من فراغ، هنا تحدث الكوارث. ولذلك يجب إعادة النظر في حرية الإمام، كيف يتحدث الإمام بحرية. لو أعطوا للإمام الحرية، خطاب الأئمة المكونون المثقفون يعني المكونون شرعيا، هذا كفيل بأن يحارب لنا كل ما هو خطر، كل ما هو خطر من الطرفين، يعني من اليمين ومن اليسار، ونسمع الخطاب الشرعي الرزين الهادئ الذي له مرجعية. أما يصبح الإمام أما نتحدث عن إمام، أولا مراقب في كل صغيرة وكبيرة، حتى أحيانا وصل الأمر في هذه الأونة الأخيرة أنه يتصل بالأئمة ويقال لهم إياكم أن تتحدثوا عن الموضوع الفلاني. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هذا؟ هل نحن في وزارة الأوقاف أم وزارة الداخلية؟ يعني هذه أمور تتعلق بالداخلية، عندهم حساباتهم وكذا وكذا، لكن فين وزارة الأوقاف؟ وزارة الأوقاف شأن ديني، شأن ديني، يشرح للناس دينهم، يرفع من وعي الناس بالدين. وكل قضية كل حدث يحتاج المغربي المسلم، الحمد لله كل مسلم، أن يعرف فيها الرأي الشرعي وأن يعرف فيها ماذا يقول الله تعالى في هذه المسألة. فإذا عرفها على حقيقتها بجميع ما يتعلق بها، والله لن يكون هناك خطر. الخطر في أن نوقف من يكون صريحا، الذي تحدث بصراحة نوقفه. هذا الإمام الذي سجن تحدث بصراحة، قال الأئمة لا يحتاجون إلى الصدقات، أغناهم الله تعالى، عندهم وزارة أغنى وزارة، ولكن يتعمد إفقارهم، يتعمدوا إفقار الأئمة. وهذا يجب على المغاربة أن يعرفوا هذه المسألة، وأن الأئمة في المغرب يتعمدوا إفقارهم. بأي غاية؟ الغاية هو الله أعلم، يسأل من يحدد له أجرته، من يحدد للإمام أجرته، هذا هو الذي يسأل. لماذا حددته؟ لماذا؟ ما المقصود؟ هل ليصبح الإمام مشغولا عن كتبه ولوحه ودفاتره ومكتبه بالبحث والتنقيب والحفظ والمراجعة والتدريس وكذا، أن يشغل بهذا عن يعني عن هذه الأمور بالبصل والطماطم وعزكم الله وما يعني حاجات الإنسان الضرورية العادية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. عودا لقضيتك، أنت درت شي إجراءات ولا قبل أنه ما كاينش قانون يسند إليهم درت إجراء؟ لا ما درت حاجة. أنا لا أتحدث عن نفسي، أنا أتحدث عن قضية توقيف الأئمة.
هذه مسؤوليه الاعلام، مسؤوليه المشرع، مسؤوليه هادو دابا اللي طلعوا في البرلمان اللي كانوا كيخافوا من الله تعالى، يتقوا الله في هاد الائمه وفي هادو هما اللي باقي لنا، هادو اللي باقي لنا الائمه ديالنا، يتقوا الله فيهم وهاد الطلبه. ودابا واحد القضيه، الله يجازيك الله خير، الله يخليك. ما كيلاحظوش المغاربه دابا الكتاتيب القرانيه الى حد الساعه الى الان ما زالت مغلقه. اي تفسير؟ اعطيني التفسير. حنا ركبنا في الترامواي كنشوفوا الطوبيس حافله، وكنشوفوا المعامل، وكنشوفوا المقاهي، كنشوفوا جميع القطاعات فيها الناس ديالها كتاتيب القرانيه، لا احد يتحدث عنها. واش ماشي مهمه؟ واش ما عندهاش اهميه في المجتمع زعما هذا الكتاتيب؟ ولا يراد لها ايضا ان تبقى منسيه كاجره الامام وكقانون كالقانون المتعلق بالامام وكالوظيفه المتعلقه بالامام؟ يراد لها ان تنسى، ولا حول ولا قوه. لنا امل ان يكون هناك رجال في هذا البلد يتقوا الله سبحانه وتعالى ويتشبثوا بما يعزهم الله به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ان من اجلال الله تعالى اكرام ذي الشيبه المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه والسلطان المقصد. من اجلال الله تعالى اكرام صاحب القران. اي اكرام لصاحب القران؟ نحن لم نترك له حتى الحريه ليتكلم، يقول ما وجد في القران وما وصل اليه. خلوا الناس تتكلم، تتحدث، تناقش، ما المشكل؟ لماذا يخيفنا الراي؟ لماذا يخيفنا الكلام؟ ما عمره كان 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 الكلام الرزين الذي له مرجعية يسبب في مشاكل أبدا، ولا حول ولا قوة. في العالم الكلمة الأخيرة، أي نداء للمغاربة كيف يمكن إصدارهم تعالوا على أمة؟ والله أن يجعلوا قضية الأئمة لا تتعلق بالأئمة، قضية الأئمة تتعلق بكل مواطن مغربي ذكر أو أنثى كيف ما كانوا، هذه قضيتهم. لأن أعظم شيء يمتلكه الإنسان هي القيمة، القيمة التي نمتلكها نحن كمغاربة الأولى شنو هي الإسلام، الدين، الهوية. وبالتالي إذا هددت هويتك وقرآنك ومن يحمل هذه الهوية الإمام، إمامك، واحتقر وكانت أجرته أدنى الأجر في الدولة، وكان ما عنده قانون، وبجرد قلم يعزل. أنا أسمع كثير، أنا في خطبة قريبة حضرت خطبة من أروع ما يكون عند أحد الأئمة جزاه الله خيرا، وتحدث يعني بالإشارة عن أحداث من يفهم يفهمها، لكن يتحدث بصراحة لا يستطيع. فأحد الناس خرج وجلس على أريكته ويقول: الإمام ما تكلمش على التربية الإسلامية، وما تكلمش على انتقال الدولة من دولة إسلامية إلى دولة ليبرالية وكذا. فقلت: سبحان الله العظيم، هذا الذي ينتظر من الإمام أن يتحدث عن هذه الأحداث التي تحدث؟ أولا ليس واجبا أن الإمام يتحدث بما يريده هذاك الشخص، الإمام يتحدث بما يمليه عليه الشرع، ولكن لماذا؟ أنه كان يجب عليه أن يتحدث. طيب لو تحدث أنت شنو عملتي؟ أنت الذي تحضر خطبة الجمعة، أش عملتي في المجال ديالك أنت؟ أش عملتي لهذه الأئمة؟ واش مثلا طالبتي قانون ينصفه؟ طالبتي بأجرة تنصفه؟ طالبتي بإنشاء جمعية تتحدث عن شؤونه، تنسيقية تتحدث عن شؤونه؟
طيب حتى في حيك، في حيك انت على المستوى الشخصي اجدرت الايمان؟ وكنعرف المغاربه متميزون في العالم يكرمون ائمته ومتميزون في ذلك، ولكن الذي يطلبه الامام، انا اعرف واقع الائمه اكثر من ذلك، الكرامه. الكرامه ما معنى الكرامه؟ انه يرجو ان ياتي يوم فيصبح الامام يخضع لقانون كباقي القطاعات، ويحس بالكرامه وهو فيه، ولا يتحسس سيوف الرقابه، وان يصبح القطاع الذي يشتغل فيه ليس قطاعا تابعا للداخليه، ولكن يصبح قطاع مستقل يقول للداخليه اعمل شغلك، هو يعمل شغله، ولكن ان يصبح قطاع الاوقاف كله رهن اشارات الداخليه، الا قالوا له هذه ديروها ما ديروش، قولوا الائمه ما يمشيوش الى الرباط ما يمشيش، قولوا الائمه ما يتكلموش على الحاجه الثانيه ما يتكلموش على الحاجه الثانيه، اذا كتولي هذه الوزاره ببناياتها ومكاتبها وموظفيها ماشي. فين الشان الديني في المغرب؟ فين وصل الشان الديني في المغرب؟ فين طوّر؟ فين مشى؟ في مستوى الائمه؟ اش درنا للائمه؟ واش تقول لي انت درتي مشيتي درتي واحد المجموعه ديال المرشدين وكونتهم كنحترمهم كاملين على راسي من فوق، والائمه على راسي من فوق، ودرتي صافي قلتي زعما راك تقدمتي دينيا. طب دينيا الاهتمام بالكتاتيب القرانيه الدرجه الاولى، ثم مناقشه اهل العلم، اهل العلم والدين، كيفاش غيكون البرنامج الذي يبني الايمان؟ شنو هي المتون؟ شنو هي الكتب؟ شنو هي المصنفات؟ شنو هي اللغات؟ تيجي انت نظام، احنا دابا عندنا نظام التعليم العاتي الحمد لله، يعني فيه كثير من الخير، كثير من الخير، لكن باش تجيبو انت تقرر فيه مواد بحجمها وساعاتها وطريقتها. دابا التعليم العاتق بدا هذه سنوات، واش كاين شي مراجعة؟ كاين شي مراجعة لديك شي ولا ما كاينش شي مراجعة لديك؟ واش كيخرج لنا عالم؟ يعني المقصود هو يخرج لنا عالم، هذا التعليم هذا هو اللي بقى، سيكون كيخرج لنا عالم أو عنده مفاتيح العلوم. واش دابا هاد الشيء هذا اللي وقع في هاد كورونا ووقفنا الكتاتيب، هادي عامين ما قراو الدراري، كاين اللي مشى خدم خدم، كاين اللي مشى سماح في داكشي صافي خلاص، كاين اللي نسى داكشي، كاين دابا التعليم العاتق شي ناس بغاو يدخلوا التلاميذ ما جبروش شي مستويات لأن الدراري ما حافظوش. واش هذا ماشي قطاع مهم يناقشوا هذا القطاع ديال الدين وديال الأوقاف، ولا تحولت الأوقاف لشي أداة أخرى؟ هادشي اللي كاين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أملنا في الله سبحانه وتعالى، في الغاورين في هذا البلد، أن تعود الهيبة للدين وللكتاب وللقرآن ولأهل العلم وللفقيه وللخطيب، يكون محترم عنده كرامة، ولا الأئمة اللي جاو شنو يديروا على النار؟ لماذا أتى؟ الكرامة، الكرامة هذو كيضحيو. أنا كنت خطيب سابق ياك، هؤلاء مازالوا في مساجدهم، هؤلاء مضحون، هذا دابا يقدر يتأذوا، علاش ما يكونش هناك احترام لهم، تقديرهم، السماع لهم، ثم نبحث عن من يؤذيه، ومن يحط من قدره، كيف يحط الحط من القدر بحال هيك؟ شكون اللي حدد ديك الأجرة في كذا وكذا؟ واش زعما أنت عايش في المريخ ولا؟ عايش في المغرب؟ واش عايش في المغرب 1400 درهم ولا 1500 درهم ولا 2000 درهم؟ إمام كاري وعنده الدراري وكيقري، واش واحد كيسمعك كيقول هذاك يقول بأنك تتحدث عن الأمور المادية؟ لماذا تتحدثون عن الأمور المادية؟ الأمور المادية هو ما كيسعاش عليك، هذا الإيمان بالعربية بالدارجة ما كيسعاش على شي واحد،
عندنا جدودنا رحمهم الله تعالى افضل الاراضي وافضل المحلات افضل الاماكن في المغرب كانوا كيوقفوها في سبيل الله على العلم والقران واهل القران. من خول لك ان تتصرف في هذا الشرط، شرط الواقف، فتحوله من اغناء الامام واغناء طالب العلم الى افقاره؟ فين كيمشيو فلوسه اللي خلوها جدودنا رحمهم الله تعالى؟ فين مشاو؟ هنا فين خصو يكون النقاش؟ ارنا فين الاوقاف اللي مختصه بالامام؟ شغلك انت، راه هادو جدودنا خلوها. بالتالي اعظم خطر وقع في القطاع الديني هو حينما ادمجوا الاوقاف مع باقي الوزارات واصبحت ميزانيتها الله اعلم بها كيف يتصرفوا فيها. اما قديما ولا الى الان، الى الان ما زال في الولايات المتحده وفي الدول الغربيه الاوقاف منفصل عن 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 عن, عن, عن الحكومه. يعني الاوقاف انت وقفتي هذا الشيء هذا على اليتامى وبقى اليتامى، وقفتي على الائمه وبقى الائمه، وقفتي على الطلبه وبقى الطلبه. شكون اللي يخول لك انت باش تحول وقف من كونه يغني هذا الشخص الذي وقف عليه ليتفرغ للعلم وطلب العلم وتبليغ الدعوه ونشر الدعوه الى افقاره؟ ما خول لك هذا؟ هذا هو السؤال اللي خص المغاربه كاملين يبحثوا، القانونيين يسولوا عليه، الاعلاميين يفتشوا فيه، اهل العلم واهل الدين يفتشوا بحكم تغيير شرط الواقف. اي واحد عنده شي علاقه الاداري والمسؤول يفتش ويسول باي حق، باي حق تحول واحد القضيه عندنا في المغرب غنيه جدا تكفي الدوله، تكفيها بزاف ديال القطاعات وعلى راسها الدين والعلم والقران الكريم الائمه وحاملوا هذا الشرف العظيم. شكون اللي كيتصرف فيه؟ شكون هذا اللي خلط لنا ذاك الشيء؟ خلى ذاك الشيء ماشي واضح. فصرف هذا الوقت من مقصده الى مقصد ربما يكون عكس، ولا حول ولا قوه الا بالله.